يوسف؟ تيتو؟ مدينة الأحلام؟ مدينة أحلام إيه؟ لا 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 لا، مش عايزين. أيوة، أنت يوسف بتاع مدينة؟ أيوة، مدينة الجيلي اللي جوه مدينة الأحلام. أحلام إيه وجيلي إيه؟ وبعدين إيه حكاية الكروت دي؟ أنا أول مرة أشوفها. وبعدين تطلع مين أنت راخر؟ سيبك منه، يلا بينا الحلم. فريد، الطلوع لمدينة الأحلام لواحد زيك عملية انتحارية. طب ألبس الخوذة. خوذة إيه ملهاش لازمة، اقلعها. أصلاً عظمي طري وبيتكسر من أي لمسة. آه، عشان كده قطك مبطانة. بس إزاي عظمي يتكسر من أي لمسة؟ الدكتور اللي قالك كده؟ آه، الدكتور اللي قاله كده. ممكن بقى تخليك في حالك؟ أنا مش عارف أنت بتاخد وتدي معاه ليه في الكلام. مش مهم مين اللي قالي، المهم دلوقتي هنروح إزاي مدينة الجيلي؟ بعربة الأحلام. عربة الأحلام؟ فين؟ فين؟ اللي هناك دي؟ أيوة. طب ودي إزاي هنوصل لها بقى؟ توصل إيه؟ دي عملية انتحارية. سيبك منه، كل حاجة معمول حسابها. معمول حسابها إزاي؟ ده أنا عظمي عارف طري وبيتكسر من أقل حاجة. استنى هنا. بس أنت رايح ليه؟ على فين؟ استنى شوية. استنى. إيه ده؟ الموضوع بيخرج عن السيطرة.